كشف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي عن مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية. تهدف المبادرة إلى تمكين النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من مواصلة تعليمهم الجامعي. ياتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرص التعليمية لجميع المواطنين لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتحقيق الذات وتطوير حياتهم ومجتمعهم. مبادرة بناءة للحفاظ على العلم وتطويره ضمن خطط تتناغم مع الواقع المجتمعي تطلقها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدة جهات، وأتت مبادرة تمكين نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل من مواصلة دراستهم الجامعية بالتعاون مع مجلس التعليم العالي تأكيدًا على تعزيز العمل التكاملي لتنفيذ أفضل الممارسات التشاركية في رعاية حقوق النزلاء أكثر من مئة نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل أبدوا رغبتهم في مواصلة دراستهم لنيل درجتي البكالوريوس والماجستير من مؤسسات التعليم العالي لتطوير مسارهم الأكاديمي والاستعداد للاندماج ضمن المجتمع مستقبلاً هذا وسيتم تسجيل النزلاء الراغبين بمواصله الدراسه في عده تخصصات تشمل اداره الاعمال والمحاسبه والجغرافيا والتاريخ وغيرها وسيتم توفير النظام التعليمي الملائم الذي يتيح لهم التواصل الرقمي والفعلي مع الهيئات الاكاديميه منجزات حقوقية تتوالى ومبادرات إنسانية تقوم بها مملكة البحرين بهدف الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأسري وإكساب المحكومين المهارات والمسؤولية المجتمعية، وهو ما يؤكد التزام مملكة البحرين التام في ترسيخ حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع.